على فين؟ سيبني دلوك. الدور ده طلبك عندنا يا حاج. ابو ذكري انا مش رايق لك. لا روق واتبسط، ولو عالواد انا عارف طريقه. تعرف ايه؟ مطرحه عند بدره. بدره؟ وبدره فين؟ انا كنت فاكرها غارت في داهيه، لكن لمحتها هي والواد. فين؟ في بيت ابو بنور القديم. صح. هتيجي معايا ولا تقعد هنا؟ لا اقعد انا، اخاف اروح. مناع اوعى تتحرك ابو ذكري. حاضر. طلع العربيه وخلي عمك ابو ذكري مع حمدان لحد ما ارجع. حمدان؟ امال مين اللي عشوك؟ انا. اتفضل عم ابو ذكري. يا حمدان، ولو الواد ما رجعش تروح انت في الرجلين؟ عاوزه ايه دلوقتي يما؟ حرام عليكي. هروح اقول له حرام عليك؟ اوعي اوعي يما، لو رحتي له هتيجي مش هتلاقيني. ده فجر ايه ده؟ جوازه سكتم بكتم، واجل غلطه ترجعي على بيت امك. هو معاه حق. هتموتيني، حق يكسر حقك. خير يا عمو بذكر؟ مش خير يا بنتي، شر. شر ايه والعياذ بالله؟ الحقي امك يا بنتي. امي؟ مالها امي؟ والحقها من مين؟ عمك موتها في بيت ابو بنوره، الحقيها هتلاقيها ميته هناك. امي 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 تمسك فيه بدل ما يلبسها لي. مهران، هاتي الواد. اديني ولد جوزي. اديهولك. لسه جواكي نفس كله. جد جد ما تموتهاش يا جد. بعد يا مهران. مهران حرام عليك يا جد. يا ولدي انت ما تعرفهاش. ده عيانه قوي يا جد، ولما تقوم هتوجع تاني وغليانه. ولا جد جدك يقدر يموتني. خلاص بقيت لا حيه ولا ميته. اطلع يا مهران، استناني برا. لا مش هسيبك تموتها. مش هجيب ولد اخوك هموته زي ما موتني مرعي. كدابة. ما موتيش مرعي. مش كدابة. كدابة. عرفت. هتعرف منين الصدق ولا الكذب؟ خليك محتار لحد ما تموت. سيبها لنا يا محمد. جيت يا جوز المصرية يا خاين. فين ولدك؟ عمري تزكزك يا بدرة. لا يا ابوي، لا يا ابوي، لا تقتلها. كيف وعيش كيف مع الرجل اللي قتل امي قدام عيني؟ مطراحة للي زي امي. لا يا ابوي سامح 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 يا ابوي. اسامحها في اختي ولا في روحك؟ لازم تموتوا. موتوني ابو غنور. توحيد
مش هيموتك خالص، انا جارك اهو. اشمعنى انت اللي قلبك حنين يا ولد؟ تعال وريني قلبك الحنين. بدرة! هنودوها المستشفى. شيلوها ودوها المستشفى. كل اللي شفته بعينك النهارده اوعى تقوله لحد. لا مش هقول. طوع يا مهران، ربنا حكم يا ولدي تكبر قبل اوانك. طب واللي انا شفته وانت ما شفتوش تقوله؟ طبعا. الراجل ابو ذكري ماله؟ جه عندها في الليل وانا كنت عامل نفسي نايم. كمل يا مهران. يا حج خطوة عزيزة، جاي تشكرني بنفسك؟ أقل منها أبو ذكري، مشيت لي وسبت المنظر. لقيت الواد، مبروك. لقيته ولقيت بدرة ميتة. فغارة هي اللي رجعها تاني الفقرية دي. الدكتور قال إنها خدت حباية غلط. حباية؟ ما هي عم تاخد حاجات كتير من غير كشف، فقرية طول عمرها. لا دول شاكين ان حد ادهالها، وفي شهود. شهود علي وعلى مين؟ على راجل كلب قلبه مظلم، جابها وخلاها عنده ولما غرضه تبدل حب يموتها. انت ايه، عفريت ولا بني ادم؟ بتعرف الحاجات دي كلها منين؟ حاجات ايه؟ التخاريب دي كلها. بص يا ابو ذكري، تنسى الانتخابات. تاني حاجة، برا بيتك لحد الانتخابات ما تيجي وتطلع مش هتطلع. هتحدد اقامتي يا حج؟ مرتك والعيال يخرجوا زي ما هم عايزين، لكن انت رجلك تخطي عتبة البيت دي هتضرب بالنار يا ابو ذكري.